مشاهدينا دلوقتي معادنا مع اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده باذن الله. كمان النهارده في ماتش الاهلي مع الترجي التونسي في اياب دور نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتنطلق في السعودية الدورة 32 للقمة العربية العادية، قمة التجديد والتغيير، بمشاركة قادة الدول العربية ورؤساء الوفود. وقال المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية بتأتي في إطار حرص مصر الدائم على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، واستمراراً لدور مصر في تعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك وتوحيد الصف لصالح الشعوب العربية كافة. النهاردة دار الإفتاء هتستطلع بعد صلاة المغرب هلال شهر ذي القعدة لعام 1444 هجرية بواسطة اللجان الشرعية المنتشرة بمحافظات الجمهورية، وهيتم إصدار بيان بنتيجة رؤية الهلال. النهاردة الخط الثالث لمترو الأنفاق هيتم زيادة عدد ساعات العمل به لتنتهي في الواحدة صباحاً، كمان زيادة عدد القطارات، وده بالتزامن مع إقامة مباراة الأهلي والترجي التونسي، ومعدل التقاطر هيقل الخمس دقايق ونص بين كل قطار. النهاردة العشاء الكرة الإفريقية موعدهم مع مباراة قوية في إطار إياب الدور نصف نهائي لدوري أبطال إفريقيا، واللي هتجمع بين الأهلي والترجي التونسي الساعة 10 بالليل.